هذه المرثية مهداة من الأخ محمد جميل الحاج حسين إلى روح والدته الحاجة زينب حسن قبيسي أم ربيع. مونتاج عبد زيون، كلمات الشاعر سلمان زين الدين، تسجيل مصطفى عبد الرضا، أداء حسن علامة. يم تيابك زعلاني عم بتقلي من شاني، امك ماتت من فضلك علي سكر الخزاني. يم تيابك زعلاني عم بتقلي من شاني، امك ماتت من فضلك علي سكر الخزاني. يا زينب عودي عالدار، اشتاقوا لك هاك الازهار، عم يبكي عباس كتير ومحمد خيو منهار، وخيو ربيع من الورد فاضي، وبحكم الله يا حسن راضي. ويا ما علي بيسهر مع القهار عذكريات العمر والماضي، قالوا عطف الأم مهم بتلم العيل وبتضم، بس العيل بتتفرق أول ما بتموت الأم. قالوا عطف الأم مهم بتلم العيل وبتضم، بس العيل بتتفرق أول ما بتموت الأم. يا أم أعطيني ضمي بردي لي حزني وهمي، ما في فرحة من دون أم وما في مثلك يا أم. يا أم ربيع الروح محتارة، ليش الدنيا هالقد غدارة، مثل السمك أعمى أم الكاسر روحي، توبك من دونك ضميت، ليش تفلي وتروحي وتخلي تيابك بالبيت. يا أم الكاسر روحي، توبك من دونك ضميت، ليش تفلي وتروحي وتخلي تيابك بالبيت. يا أم ربيع الروح محتاج، ليش الدنيا هالقد غدارة، مثل السمك أعمارنا بالبحر.